سوف نقوم الآن بشرح قائمة الترحيل. تعتبر قائمة الترحيل من القوائم المهمة. ماذا يقصد بالترحيل؟ يقصد بالترحيل التأثير المالي للعمليات التي نقوم بتنفيذها، بمعنى أن تظهر تأثيرات تلك العمليات عند طباعة كشوفات الحسابات. فمثلا عند البحث على قيد يومي، مثلا ضغط على تسعة واختيار مثلا القيد الأول، مثلا هذه إثبات الأرصدة الافتتاحية. في حالة عدم قيامنا بعملية الترحيل وطباعة كشف حساب مثلا الصندوق، نقوم بالطباعة، نلاحظ أن كشف الحساب فارغ. لماذا؟ لأننا لم نقم بعملية الترحيل. لكن إذا ما قمنا بعملية الترحيل، العمليات التي نقوم بعملها مثلا إما قيد يومي، سند نقدي، أوامر توريد، أوامر مبيعات، جميع العمليات يتم ترحيل من القائمة. مثلا قيد يومي نقوم بترحيله، فقط نقوم مثلا بالترحيل، الضغط على زر على رقم القيد، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن عند الدخول إلى كشوفات الحسابات، الحسابات الفرعية، وإظهار رقم حساب الصندوق، والطباعة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التأثير المالي قد ظهر، أن التأثير المالي قد ظهر بعد عمليات الترحيل. يتم اتباع نفس الطريقة بالنسبة للترحيل على باقي السندات لكي نقوم بعملية التأثير المالي. شكراً.